عشان نتكلم اكتر بقى فنيا عن اللقاء الهام اكيد والمرتقب بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول قصاد منتخب الكوديفوار. معانا دلوقتي واحد من نجوم كره القدم المصريه، كابتن محمد عماره، نجم النادي الاهلي منتخبنا الوطني السابق. يا مساء الفل على حضرتك. مساء الفل، ازيك يا شيما؟ ازيك؟ الحمد لله، اكيد منورنا كالعاده هنا في اخبار اون تايم. عايزين نتكلم بقى عن لقاء بكره ان شاء الله قصاد منتخب الكوديفوار، شايف اللقاء ده ازاي؟ والله هو طبعا مبدئيا مبروك التأهل لدور 16، لأن احنا يعني الحمد لله كسبنا ماتشين وخسرنا مباراة، وانت عارفة بقى يعني الأدوار اللي بعد كده بداية إن شاء الله بكرة بتلاقي المستوى الفني بتاع المنتخبات بيبقى أقوى. صحيح، تركيز أعلى، دخلنا في الجد. اهتمام أكبر. صحيح، دخلنا في الجد زي ما بيقولوا. أتمنى إن شاء الله إن احنا ربنا يكرمنا ويكون بس المدرب يعني في عنده توفيق في اختيارات اللعيبه اللي تبدا واللي تغير ويبقى عامل سيناريوهات للمباراه، ما يبقاش داخل المباراه ان هو بيحط تشكيله وخلاص، لا لازم يبقى عامل سيناريوهات للمباراه. عنده حلول. 90 دقيقه عنده حلول. صحيح. يعني طيب خليني اسالك برضو يا كابتن محمد عن النغمه بقى اللي احنا يعني سامعينها بقى لنا فتره دي. اول ما عرفنا ان احنا هنقابل الكوديفوار، ده المنتخب ده اقوى مننا، احنا مش هنعرف نعمل حاجه قدامه، شوفوا حصل ايه مع الجزائر. شوف طيب انت شايف ده ازاي؟ ايوه، ده بأمارة ايه يعني؟ لو جينا بالتاريخ، تاريخنا كله الحمد لله احنا مخرجينهم من البطولات كلها تقريبا، يعني صحيح احنا في التاريخ يعني تاريخيا في المباريات اللي تقابلنا فيها مع كوديفوار فاحنا لينا الافضليه، ده حقيقي، ده بالتاريخ او ده اللي اثبته التاريخ. ولكن اللقاءات دي زي ما قلت لي برضو بيكون ليها حسابات تانية، زي ما كنا لسه بنتكلم دلوقتي يمكن درجه الحراره 40 90% نسبه الرطوبه في الجو، اكسجين قليل، ارضيه سيئه، الحاجات دي هتعمل ايه بكره مع منتخبنا الوطني الاول؟ بصي يعني كل الحاجات دي طبعا بتبقى يعني نسب، يعني بيبقى ليها نسبه في الاداء الفني والمستوى الفني بتاع اللعيبه ونتيجه المباراه، فدي نسبه مش كل حاجه. طبعا الرطوبه طبعا بتبقى مشكله على اللعيب، يعني احنا طول عمرنا في افريقيا متعودين على الرطوبه، يعني بنلعب ماتشات سواء مع النادي الاهلي او الزمالك او المنتخبات الرطوبه دي موجوده، ما يعني خلاص احنا يعني تقريبا اللعيبه كلها لعبت في الجو ده. انما خلينا نقول ان المباراه صعبه، عايزه اهتمام من اللعيبه وزي ما قلت لك من المدرب، يبقى عامل اكتر من حل من خلال ال 90 دقيقه. وحاله اللعيبه بقى شيء ما انت عارفه، يعني حاله اللعيبه يوم المباراه دي بتبقى مهمه جدا. صحيح، هل اللعيبه هتبقى يعني فايقه؟ هيبقى تركيزها اعلى؟ لان خلي بالك ممكن يقع من كل مباراه يقع منك اثنين ثلاثه، ما يبقوش في المستوى المطلوب. صحيح، ما يبقوش سبعه ما يبقوش ثمانيه، انت فاهمه؟ طيب خليني اسال حضرتك برضو عن التشكيل الانسب والافضل يعني من وجهه نظر حضرتك لمباراه بكره. هو التشكيل بنسبه كبيره يعني ممكن يبقى فيه تغيير واحد او اثنين، يعني انا بشوف ان الشناوي موجود حارس مرمى اساسي. احمد عبد المنعم لعب الماتش اللي فات محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم اسف وجاب هدف. صحيح. فهل الونش هيبقى جاهز؟ هيبقى جنب حجازي؟ حتى الان هو مش جاهز بنسبه 100%. يعني انا افضل لو انت بتاخدي وجهه نظري انا في الفنيه في التشكيل يبقى محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم. يبقى الاثنين حجازي ومحمد عبد المنعم. ايمن اشرف؟ عمر كمال عبد الواحد. ايمن اشرف يلعب؟ ناحيه الشمال؟ ما هو لعب الماتش اللي فات، وبالتالي النهارده انا بشوف ان هو يعني ما يغيرش هو الانسب ضارب التعديل. يعني عمر وايمن اشرف على الاطراف والاثنين سرد باكات حجازي ومحمد عبد المنعم. عندك نص الملعب بقى سلاية موجود، هيبقى جنبه عبد الله السعيد، قدامهم مثلا حمدي فتحي، ممكن تريزيجيه في الحته دي، ممكن رمضان صبحي، يعني عندك حلول كتيره يعني. انما انا اتمنى ان رمضان يبدا، انا اتمنى ان رمضان صبحي يبقى موجود في الحته دي. يعني بالنسبه لحضرتك شايف ان رمضان افضل من مرموش كجناح ايسر؟ من وجهه نظر انا الشخصيه يعني في المباريات الكبيره رمضان بيبقى موجود، رمضان لعيب كويس وعنده خبرات كبيره عن مرموش، واعتقد ان هو يبقى مفيد جدا للمنتخب ده في الحته دي. فعندك كده ثلاثة، عندك السولية وعبد الله ورمضان، يبقى احنا محتاجين الثلاثة اللي قدام، مصطفى محمد وصلاح وتريزيجيه.
ده انا بشوف ان التشكيل ده هو الانسب بالنسبه لي. يعني هو هيغير بس مرموش، دخل رمضان وطلع مرموش. طب فرصنا بقى عامله ازاي من وجهه نظر حضرتك في البطوله دي؟ هل من وجهه نظر حضرتك فرصنا شايفنا كبيره. موجودين في السيمي فاينل وفي الفاينل؟ طبعا لا ان شاء الله موجودين، احنا مصر فرقه كبيره. وخلي بالك انا متفق مع الناس اللي بتتكلم وتقول ان احنا لازم هم اللي يعملوا حساب. طبعا طبعا لازم هم اللي يعملوا حساب. مصر فرقة كبيرة، وكل الفرق على فكرة في البطولة بتبقى يعني عاملة حساب لمصر. يعني لو الفرق الأفريقية أو العربية كله بيبقى عامل حساب لمصر، صحيح، لأن لكن البطولة دي مصر برضو فرقة كبيرة. يعني فيها مفاجآت، يعني شفنا خروج الجزائر حامل اللقب، فالموضوع برضو مليان وشفنا مفاجآت. خروج شفت ده نيجيريا، ازاي؟ وشفنا خروج نيجيريا. وشفنا خروج نيجيريا. يعني برضو ما أنا بقول لك، ده اللي أنا بقول لك عليه بقى. المباريات بيبقى يعني بتبقى حالة اللعيبة هي الفيصل. صحيح، المباريات اللي لما بتدخلي في الادوار اللي هي بقى ال 16، دور ال 16 ودور الثمانيه ودور الاربعه، الفرق يعني الحاله بتاع بتختلف. الفريق ذات نفسها واستعداد الفرقه واهتمام اللعيبه بالمباراه واللي تركيزه اعلى صحيح، طبعا هو اللي بيكسب، زائد المدرب. يعني يعني المدرب حضرتك بيعمل ارقام. متفائل. لا انا متفائل جدا. صباح الفل على حضرتك يا كابتن محمد، نورتنا اكيد صباح النهارده في اخبار اون تايم، دايما بكون سعيده.